السلام عليكم. كلنا بنبدأ يومنا بنوع من الكافيين بأكوابنا، قهوة، شاي، لكن هل فكرت يوما أن تبدأ يومك بدهن الكافيين على وشك بدل شربه من الفنجان؟ لا تستغرب اليوم إذا وجدت هذا المركب كمكون رئيسي بمنتجات العناية بالبشرة، من الكريمات المرطبة لكريمات العيون. لكن ما الذي يفعله الكافيين بهذه المنتجات؟ وشو هو دوره؟ وهل له تأثير سلبي؟ وما هي الجرعة السامة من الكافيين؟ لتعرفوا كل هذه التفاصيل تابعوا بقية الفيديو. ذكرت بالفيديو السابق عن كريمات العناية بالبشرة حول العين أنه العديد من المنتجات يلي بتستعمل في منطقة حول العيون بتحتوي على الكافيين، وأخبرتكم أنه رح خصص فيديو كامل عن استعمال الكافيين للبشرة، فإذا لم تشاهدوا الفيديو فرح يظهر رابطه في الأعلى. بنصحكم تضغطوا على الرابط وتشوفوا الفيديو قبل هذا الفيديو لتكونوا فكرة كاملة عن الموضوع. فنجان القهوة الصباحي بيشغل المخ، فمن المنطقي إذن أنه نفترض أنه مرطب أو كريم للعين بيحتوي على الكافيين كمان رح ينشط بشرتنا ويعطيها نشاط وحيوية. ولكن هذا ليس بالضبط آلية عمله على البشرة. عند دهنه عليها هو مضيق للأوعية الدموية، يعني بالتالي بيقوم بتضييق الأوعية الدموية. أكثر الأشكال الحاوية على الكافيين واللي بيوجد دراسات علمية عليها هي كريمات العين، بالإضافة لما يسمى كريمات التخسيس أو سليمينج كريمز، واللي بتدعي أنها تقلل السيلوليت. ولمن لا يعرف شو هو السيلوليت، بالحقيقة ما لقيت ترجمة عربية من كلمة واحدة للسيلوليت، ولكنها هي الترهلات الجلدية اللي بسببها تراكم الدهون تحت الجلد، ومنتشرة عند النساء أكثر من الرجال، خصوصاً بمنطقة الفخذ. بهذا الفيديو رح أتكلم عن هذين النوعين من الكريمات بالتحديد. السؤال الأول هو: هل يقوم كريم الكافيين بالتخسيس وإزالة الترهلات حقاً؟ الحقيقة بحثت بالدراسات الطبية والصيدلانية ووجدت أبحاث عن فائدة الكافيين لإزالة السيلوليت، وأبحاث كمان لدور الكافيين بإزالة السواد والانتفاخ تحت العين. وخلصت الدراسات وروابطها طبعا كلها موجودة بصندوق الوصف بالأسفل، إلى أنه مدى تأثير الكافيين على السيلوليت إيجابي، ولكن تأثيره على منطقة تحت العين بيختلف حسب المسبب لحالة الانتفاخ والإسوداد تحت العين، حتى أن آلية عمله بكلا الحالتين مختلفة، ورح أبين الآن الآلية ومدى فائدته بهدول الحالتين، فتابعوا معي منيح. مع فنجان كافيين، قهوة، شاي، متي، شو ما بتحبوا، المهم صحصحوا وتابعوا معي لتعرفوا الآلية والاستخدام الكافيين حول العين واستخدامه كمان بحالة السيلوليت. بالنسبة لاستخدام الكافيين حول العين، فإذا كنت تعانين من عيون داكنة بسبب الانتفاخ فيمكن أن يكون الكافيين خيار جيد، ولكن ربما ليس خيار جيد إذا كان سبب شيء آخر. يعني يا ريت يكون الكافيين هو علاج رائع حقا للهالات تحت العين، كان ما في أبسط من التخلص منه. الصبح فنجان قهوة إلنا وفنجان قهوة لتحت العين، ولكن بالحقيقة الأمر أعقد من هيك. ليس كل الهالات السوداء سببها هو الانتفاخ العابر، والكافيين لن يساعد إلا إذا كانت مشكلة بالفعل هي الانتفاخ العابر، وحتى هاي الحالة النتائج ليست أكيدة بشكل كامل، وذكروا بالأبحاث أنه تحتاج المزيد من الأبحاث للتأكد. لذا إذا كنت وارث العيون المنتفخة وراثي من العيلة فلن يساعدك الكافيين ولا أي كريم بالعالم بإزالة هذا الانتفاخ، ولكن إذا كنت تشعر مثلا بقليل من الانتفاخ بالصباح بسبب مثلا البكاء بالليل، بسبب طول السهر الدراسي، فعندها وقت الكافيين بينفع. بينطبق الشيء نفسه كمان على الإحمرار، فكريم الكافيين الذي لا يستلزم وصفة طبية يعالج الإحمرار الخفيف، أما بالنسبة لعلاج السيلوليت فيساعد الكافيين قليلاً، لكن بهي الحالة تختلف الآلية، فبالإضافة لتضييق الأوعية الدموية
قرأت في بعض الأبحاث أنه الكافيين قادر على تحفيز الإنزيمات اللي بتكسر الدهون. طبعاً هذا التأثير بيساهم بإزالة التهرهلات بالإضافة طبعاً لتضييق الأوعية الدموية. لكن مهلاً لكل النساء اللواتي شاهدن الفيديو وفرحوا وفكروا أنه دهن الكافيين رح يزيل الدهون المتجمعة بالأرداف لسنوات ورح يشد الجسم، فلا تفرحوا كثيراً، انتظروا لتسمعوا بقية الكلام. الكافيين عند استخدامه بكريمات التجميل وخاصة السيلوليت فإن له القدرة على إذابة الدهون تحت الجلد، تمام؟ عن طريق تحويله لأحماض دهنية يمكن بعد ذلك إزالتها عن طريق الدورة الدموية واستقلابها إلى طاقة وثاني أكسيد الكربون. لا تفكري أن الكافيين هو وسيلة للحصول على النحافة سريعاً، فالتطبيق الموضعي للكافيين يزيل فقط الدهون تحت الجلد ولا يزيل الدهون حول الأعضاء الداخلية. حسب ما جاء بالدراسة التالية، قام الباحثون بتطبيق كريم السيلوليت محتوي على الكافيين، جابوا 15 مشارك، طبقوا هذا الكريم على أفخاذهم وعلى أعلى الذراعين مرتين باليوم لمدة 6 أسابيع. بعد 6 أسابيع لاحظوا أنه 12 من أصل 15 السيلوليت لديهم تحسن، بالمتوسط انخفض محيط أفخاذهم بمقدار حوالي 0.7 سنتيمتر، والجزء العلوي كمان أعلى ذراعين انخفض بمقدار 0.8 سنتيمتر، يعني خسروا 0.7 سنتيمتر من الأرداف و 0.8 سنتيمتر من اليدين خلال الأسابيع الستة. ولكن تعليقي على هي الدراسة هي أنه هناك بعض القيود الواضحة هنا، بما في ذلك صغر حجم العينة، يعني أخذوا 15 مشارك فقط، حجم العينة كتير صغير، وحجم العينة الصغير ما بيعطي دليل عن النتائج الفعلية للدواء، فعادة الدراسات من هذا النوع تجرى على عدد كتير كبير من المشاركين، وكل ما كتر عدد المشاركين كل ما كانت النتائج مقنعة أكثر، وحتى لو كانت النتائج صحيحة فالقيمة جدا صغيرة، يعني خصوصا للأشخاص اللي بيعانوا من البدانة. فإذا انخفض مثلا محيط الفخذ بحوالي نصف سنتيمتر ما رح يكون محسوس أصلا. فمستنتج أنه الكريمات اللي بيبيعوها على أنها بتنحف وبتساعد بخسارة الدهون هي فقط تقوم بشد بسيط للجسم وممكن إزالة الدهون تحت الجسم الجلد فقط ليس أكثر من ذلك، فنتائجها محدودة جدا. طيب سؤال آخر، هل هناك أي ضرر من استخدام الكافيين على البشرة؟ شيء واحد يجب أخذه بالاعتبار هو أن منتجات الكافيين اللي بتهدف إلى تقليل الإحمرار يمكن أن تسبب بالواقع زيادة مؤقتة بالإحمرار، هذا اللي بنسميه الإحمرار الارتدادي أو بالإنجليزي rebound redness، خاصة عند الاستعمال المطول يعني لفترات طويلة. طيب ليه؟ يعني معكم حق، الأمر مثير للحيرة، يعني مثل مثلا بتقولوا اللي بياخد دواء لوجع الرأس وبكون من آثاره الجانبية صداع، طيب شو السبب؟ تابعوا معي لتعرفوا التفسير البسيط جدا لهي الحالة. التفسير العلمي للحالة أنه الأوعية الدموية المتضيقة بفعل الكافيين رح تتوسع بشكل كبير إذا وقفت عنها الكافيين أو انتهى مفعول الدواء من دون أن تجدد الجرعة. مثال بسيط عن هي الحالة لحتى أقرب لكم الفكرة، لنفترض أنك بتشرب القهوة كل يوم، تمام؟ وبيوم من الأيام نسيت تشرب قهوة، أو ما كان في عندك قهوة، شربت بابونج مثلا بدل القهوة، أو مثلا كنت صايم برمضان وما شربت قهوة، رح تلاحظ أنه رح تصاب بصداع شديد. نفس السبب هون، أنت عم تعاني من هذا الخفقان بالرأس لأنه هي الأوعية الدموية قد اتسعت بشكل أكبر وأصبح جريان الدم فيها سريع فجأة، وجرب حتى تلمس مكان العروق أعلى الجبين رح تلاحظ أنه العروق عم تنبض فيها خفقان ملحوظ بالعروق بتلك المنطقة. بالمجال الطبي معروف أنه مضيقات الأوعية الموصوفة طبياً مثل بريمونيدين ممكن أنه تسبب احمرار مرتد، لذلك من الناحية النظرية ممكن أنه هذا الأمر هو نفسه بينطبق على الكافيين أو على جميع المرطبات أو الكريمات اللي بتحتوي على الكافيين لأنه إلى آلية عمل مماثلة. مع ذلك ما تخاف كتير، يعني صح الكافيين بيعمل بنفس الآلية ولكن فعاليته أقل بكتير من الأدوية اللي بتحتاج وصفة طبية، فالكافيين
يعني لا يقارن بفعالية مضيق الأوعية الموصوفة مثل بريمونيدين، وبالتالي أقل خطراً لحدوث احمرار الارتداد مقارنة بتلك العلاجات الأخرى. طيب بعد هذا الكلام أكيد عم تقولوا لحالكم طيب شو يعني نفهم من هذا الكلام؟ هل نحط الكافيين على البشرة ولا لا؟ الجواب الاستنتاجي من الكلام السابق أنه إيه ممكن تستخدم الكافيين على البشرة، ويعتبر الكافيين من مكونات كريمات البشرة الآمنة اللي بتوضع من دون وصفة طبية. ولكن إذا لاحظت عودة للإحمرار غير مقبولة فعندها يجب استشارة الطبيب، وتركت كمان بصندوق الوصف أمثلة عن كريمات عناية بالبشرة بتحتوي على الكافيين، ولا كلها أنصح بها. طيب ممكن تقولوا أنه بالأخير هل هناك أي معلومات أخرى يجب معرفتها عن الكافيين قبل استخدامه على البشرة، وهل هو آمن للحامل؟ الجواب أنه يمكن أن يسبب الكثير من الكافيين الموضعي التسمم، فالكافيين بالأخير هو مادة كيميائية مثله مثل أي مادة، واللي يمكن أن يكون مميت. لكن بسيطة، لا تخافوا، الجرعة السامة من الكافيين عالية جداً، فحسب الدراسات التراكيز السامة منه بالدم، يعني تراكيز بالدم 80 ل 100 ميكروغرام بالمليمتر من الدم، واللي بتحصل أي مثل نحصل على هذا التركيز بتحصل من تناول ليس أقل من 10 جرامات من الكافيين. طيب ممكن هلأ أنه ما فهمتوا كتير صح؟ راح أشرح لكم. إذا كان فنجان القهوة الواحد من ستاربكس مثلا بيحوي تقريبا 94 ميلي جرام من الكافيين، فحتى توصله للعشر جرامات كافيين لازم تشربوا حوالي 106 فناجين قهوة بيوم واحد. طبعا هذا الشيء مستحيل، أو ما حدا بيقدر يشرب هذا القدر من القهوة بيوم واحد. فالكافيين بكريمات العين كميته جدا صغيرة، وانتو اصلا عم تستخدموا القليل منها فقط، وعلى منطقة جدا صغيرة من الجسم عم ندهنه، لذلك فينا نعتبرها انه هي آمنة. ولكن كريمات السيلوليت عادة تحتوي تراكيز أعلى من الكافيين، وتستخدم على مساحة أكبر من الجلد، وبصراحة ما بنعرف ما إذا كان هناك حد لمقدار ما يمكنك وضعه على بشرتك دون أن يكون لها تأثير سلبي. فاستهلاك الناس للكافيين مختلف، وبالتالي أيضا تأثير الكافيين على الناس بيختلف بسبب تطور ما قلنا يسمى التحمل أو التوليرنس بعد فترة من الاستهلاك. بالنسبة للحوامل، فبالنظر إلى أن الحوامل عموما بحاجة لإدراك كمية الكافيين اللي عم يتناولوها، يوصى عادة بتستهلك الحامل أقل من 200 ملي جرام من الكافيين يوميا، يعني تقريبا ما يوجد بفنجانين من القهوة. فعمليا لا يوجد أي مستحضر موضعي يحتوي هاي الكمية من الكافيين. ولكن إذا كانت الإمرأة الحامل وبتحب القهوة، فقد يكون من المفيد التوقف عن استعمال منتجات الكافيين الموضعية على الأقل أثناء الحمل، أو على الأقل تستشير الطبيب قبل ما تستخدمها. فإذا الخلاصة من كل الكلام أنه إذا كنت عم تتساءل هل الكافيين هو المعجزة بالعناية بالبشرة؟ حسناً، كأي مستحضر تجميلي الإجابة على هذا السؤال بالغالب هي لا، وشركات التجميل دائما تقدم وعود كاذبة وتبالغ بعرض النتائج، والهدف هو أخذ فلوسكم. ومن ناحية أخرى، من المهم أن ترى طبيب أمراض جلدية يمكنه تقييم احتياجات البشرة الفردية، وعلى أي حال إذا كان الكافيين يساعدك على الشعور بالراحة تجاه بشرتك وهذا هو الأهم، فلا يوجد أي مانع من استخدامه باعتدال. وأذكركم قبل ما تخرجوا من الفيديو، راجعوا صندوق الوصف حيث يحوي الصندوق بعض المنتجات العناية بالبشرة الحاوية على الكافيين واللي بنصح باستخدامه. لهون نكون خلصت كل المعلومات اللي بدي أذكرها عن الكافيين منتجات العناية بالبشرة. إذا كانت المعلومات مفيدة وإذا استفدتوا منها وحابين تحصلوا على معلومات أيضا مفيدة بنفس المجال، اشتركوا بالقناة وسجلوا إعجاب بالفيديو. وإذا بدكم تحصلوا على أي استشارات صيدلانية أو استشارات تغذوية مثلا، أو فلا تترددوا تزوروا الموقع تبعنا اللي عم نقدم فيه نصائح واستشارات. كانت معكم ألمة تمور، إلى اللقاء.